أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف العراقية والدولية، ونبدأ بأهم العناوين. في المدى القصف الأخير لقاعدة بلد كلف دمر مقاتلتان لأف 16 وكلف الدولة 90 مليار دينار. وفي صحيفة الزمن لا رادع لمطلقي الصواريخ، وسفارة واشنطن تتحوط تحسبا لهجمات مرتقبة. في صحيفة واشنطن بوست الصين بدأت بالهجوم على من كشف إبادة الإيغور المسلمين. في العربي الجديد واشنطن تنتقد خطط الروسية لحظر الملاحة في أجزاء من البحر الأسود، تصعيد بلا مسوغ. في القدس العربية العراق 58 أمر قبض واستقدام بقضايا فساد في شهر آذار الماضي. في عربي 21 الاحتلال الصهيوني يمنع الشيخ عكرمة صبري من السفر. وفي العرب اللندنية وكالة الطاقة الذرية تطالب إيران بتفسير وجود أثار يورانيوم في مواقع سرية. ما رسائل المسيرة الإيرانية الأولى التي ضربت مطار أربيل؟ هذا التساؤل هو عنوان مقال للكاتب مثنى عبد الله في صحيفة القدس، جاء فيه لا جهد يستحق للبحث عن الجهة التي تقف خلف هذه الهجمات ولا للتحقيق في مصدر المسيرة. فالجهات التي نفذت هي صناعة وتمويل وتدريب وتسليح إيراني، وبالتالي الجهات التي نفذت تتحرك على وفق ما تمليه عليها مصالح إيران. تزامناً مع قصف مطار أربيل تم استهداف القاعدة التركية في بعشيقة بالصواريخ، وقد حمل الاستهداف رسائل موجهة إلى حكومة بغداد والأكراد والأتراك كذلك. فاتفاق هذه الأطراف الثلاثة على إخراج ميليشيات الحشد الشعبي وقوات حزب العمال الكردستاني المتحالفة معها من منطقة سنجار أزعج صانع القرار الإيراني، فهي البوابة الأهم في طريق الحرير الإيراني إلى المياه الدافئة في البحر المتوسط التي تمر منها الأسلحة والبضائع إلى سوريا فلبنان لتمويل حزب الله. وعلى الرغم من أن هذا الاتفاق لم يحصل على أرض الواقع، لأن الجيش العراقي لا يستطيع إخراج الميليشيات والأكراد لا يريدون الاصطدام مع عناصر حزب العمال الكردستاني كي لا يكون هناك صراع كردي كردي، ومع ذلك فقد تم قصف القاعدة التركية في محاولة لقلب التوازنات، وكذلك رسالة واضحة إلى الجانب التركي مفادها نحن قادرون على استهداف جنودكم وعليكم الابتعاد عن التنسيق مع الأطراف العراقية الأخرى بما يضر بمصالحنا. وكان هناك تصور بأن الأتراك لن يردوا على القصف على اعتبار أن لا جهة ميليشياوية تبنت الهجوم، لكن الأتراك جاء ردهم مباشراً بقصف ما يسمى اللواء 30 حشد شعبية ومن القاعدة التركية نفسها التي تعرضت للاستهداف. لقد أريد لحادث استهداف مطار أربيل الأخير أن يكون إعلاناً واضحاً واستعراضاً كبيراً للقوة المضمومة لدى الأذرع الإيرانية، إذ كانت الهجمات بصواريخ الكاتيوشا ثم تطورت إلى صواريخ جراد التي ضربت قاعدة عين الأسد مؤخراً ثم الطائرات المسيرة. ويشير أيضاً إلى المدايات الكبيرة التي حصلت في طبيعة الصراع الدائر بين القوى المحلية التابعة لإيران والمتجحفلة معها من جهة، وبين الأطراف الإقليمية والدولية الأخرى على الأرض العراقية من جهة أخرى. السلاح لغة التسقيط السياسي في العراق. التسقيط السياسي التقليدي سيكون مثالاً رومانسياً لا يقدم النتائج المطلوبة للولاء، وبديله المقبل هو التسقيط بالسلاح وأدواته، وأدواته وأساليبه جاهزة، منها الاستعراضات العسكرية في شوارع بغداد واستحضار أدوات التنكيل بالسلاح. وهذا ما جاء في مقال للكاتب ماجد السامرأي، فلنستمع إلى جزء منه. في ديمقراطية عراق 2003 الفريدة والمتخلفة في مظاهرها وفعالياتها الانتخابية، لا توجد برامج حقيقية
تخضع لمعادلة الإنجاز ووعود المستقبل، بل أحكام هيمنة فرضت على الناس تارة باستخدام المذهب الشيعي وطقوسه ومرجعياته، وتارة باستخدام سلاح الميليشيات. رغم هذا الانتهاك الصارخ للعهدة الديمقراطية، لا تجرؤ جهة دولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة صانعة هذا النظام المشوه على أن تكشف هذه الحقيقة المرة وتعمل على تغييرها، بل على العكس تمنحها الشرعية في كل دورة انتخابية. وهذه إحدى مشكلات شعب العراق المعقدة، أمثلة مرة يعيشها الشعب العراقي عند اقتراب موعد الموسم الانتخابي، ومظاهر مؤلمة لديكتاتورية أحزاب الإسلام الشيعي التي وإن تستخدم بعض ما كان يستخدمه الديكتاتوريون في وسائل الضغط على المواطنين وإجبارهم على الخضوع، لكنها تضيف نمطاً خطيراً وهو السلاح المزدوج بالسياسة في إسقاط الخصوم من خارج الطائفة الشيعية بتوظيف طائفي يتجدد في العام 2021، إذا ما حصلت الانتخابات المبكرة في العاشر من أكتوبر المقبل لم تعد التابلوهات التقليدية كالشراكة بين السنة والشيعة والأكراد صالحة في التعامل السياسي الجديد، فمن يقبلون الانضواء تحت لوائهم خاصة من السياسيين السنة عليهم الالتزام بقواعدهم، وأهمها عدم المساس بالميليشيات المقدسة، لا فرق إن كانت تحت لافتة الحشد الشعبي أم خارجها، وإلا ستقطع عنهم النعم وامتيازات الوجاهة خصوصاً من البرلمانيين. لا شك أن هناك إحباطاً شعبياً عاماً مسبقاً من نتائج الانتخابات المقبلة، لأن الأحزاب وضعت تدابيرها في استمرار إدمانها الحكم بتشريع القانون الانتخابي في 9 من شهر تشرين الثاني عام 2020، والذي طالب به ثوار تشرين الأول، ولكن خرج بصياغات ستوفر ضمانات لاستمرار حصول ممثلي تلك الأحزاب في 83 وحدة انتخابية على التصويت لممثليهم عبر تكريس القبلية والمناطقية والترشيح الفردي، وسيشتت ذلك الهوية الوطنية الجامعة ويعزز أساليب الابتزاز الديني والمذهبي والعشائري. تفجيرات في أحياء الفقراء، هذا ما قاله نشره موقع مركز راسان للدراسات للكاتب جاسم الشمري، جاء فيه بعد هدوء نسبي من ناحية التفجيرات في الأحياء السكنية، تفاجأ سكان العاصمة العراقية قبل أسبوع تقريبا بانفجار كبير في منطقة الحبيبية المكتظة بالسكان شرقي العاصمة بغداد. هذا الانفجار أثبت جملة من الحقائق، وبالذات بعد أن تسربت بعض الأخبار التي تشير إلى أن الانفجار وقع نتيجة عملية نقل عبوات ناسفة عبر سيارة حمل تابعة لجماعة مسلحة. والسبت الماضي ذكرت بعض المواقع الخبرية المحلية وقوع محاولات لتهريب أحد جرحى التفجير من مستشفى الجوادر بمدينة الصدر شرقي بغداد، وهناك من يقول إنه سائق السيارة، فيما تقول الحكومة إن السائق قتل في الانفجار. وهذا التداخل في الرواية ربما يفتح الباب على مصراعيه حول الجهة أو الجهات الناقلة للعبوات المتفجرة. ويوم السبت الماضي أيضاً نشرت قناة الحرة الأمريكية نقلاً عن وسائل إعلام محلية عراقية وناشطين مقطعاً مصوراً مقتضباً لسيارات تعبر نقطة تفتيش، قالوا إن إحداها هي التي انفجرت الخميس الماضي شرقي بغداد، وظهر في المقطع ومدته 42 ثانية السيارة التي يفترض أنها كانت تحمل المفخخات ولونها أصفر، وهي تقف عند نقطة التفتيش، فيما يقوم رجل أمن بإيقافها قليلاً والحديث مع السائق، ومن ثم السماح لها بالمرور دون تفتيشها. وفي أفضل الأحوال فإن هذا التفجير يؤكد حقيقة كبرى، وهي أن الأجهزة الأمنية لا تمتلك القدرة الكافية لبسط نفوذها على العديد من المحافظات العراقية بسبب التداخل بين العمل الرسمي وغير الرسمي، أو بين المنظومة الحكومية والمنظومة الميليشياوية، وهذا يعتبر الخلل الأبرز في بناء المنظومة الأمنية في العراق.
لقد تعود العراقيون بعد كل خلاف سياسي بين القوى الكبرى الفاعلة في البلاد على وقوع تفجير دموي يحصد مئات من الأبرياء في أماكن العمل والترفيه وحتى في بعض الدوائر الرسمية المدنية والعسكرية، بل وحتى في أحيائهم السكنية. أفرج المحتلون الصهاينة الأسبوع الماضي عن سليمان قطش، وهو اسم فتى فلسطيني من قرية اسمها عين يبرود، عمره 18 عاماً، أمضى 16 شهراً معتقلاً إدارياً في سجون الاحتلال. هذا الاعتقال الإداري هو حبس بأمر إداري صهيوني من دون لائحة اتهام، مدة تصل إلى 6 أشهر قابلة للتمديد. وعن الأسرى الفلسطينيين إذن كتب معا البياري في صحيفة العربي الجديد. يجب أن تبقى قضية الأسرى في سجون الاحتلال حية ودائمة الحضور في الإعلام ومركزية في الفعل المدني الفلسطيني وفي الجهد الدبلوماسي الرسمي، وقبل هذا كله وبعده في العمل الكفاحي الوطني، سيما والمعلوم أن عمليات خطف الطائرات في بعض سبعينات القرن الماضي أخذت بها منظمات يسارية فلسطينية كانت في تلك السنوات راديكالية من أجل الإفراج عن الأسرى، وكذلك عمليات غير قليلة للمقاومة الفلسطينية استهدفت خطف جنود إسرائيليين. ولا ينسى أن عمليات إفراج عن أسرى تمت تبادلاً، ولا يعني هذا سوى أن يتكامل الفعل الفلسطيني في غير مسار ووجهة من أجل إنقاذ الأسرى الذين لا ينسى أن المفاوض الفلسطيني الخائب إبان أوسلو وما تلاه لم يعطي قضيتهم الأولوية القصوى، ومع التسليم بأن بندهم حوفظ عليه في جولات التفاوض المضنية وبذل الطرف الفلسطيني بعض الجهد في أمرهم، إلا أن تقصير المؤسسة الفلسطينية الرسمية بشأنهم بقي فادحاً ويرقى إلى منزلة الفضيحة، الأمر الذي استقوى به الإسرائيليون فلم يتوقفوا عن خطف فلسطينيين إلى زنازين الاحتلال، بل واقتراف انتهاكات وفظاعات على أبدان كثيرين منهم مع نقصان الرعاية الطبية، وقد استشهد 226 أسيراً في السجون منذ عام 1967. أضاف الكاتب: مضى يوم الأسير الفلسطيني وسيعود العام المقبل، وسنكتب الوجدانيات أنفسها والمطالبات أنفسها، وسيتحدث عن الإحصاءات وقاعدة البيانات، وسنأتي على أعداد جديدة في مقالات وخواطر وكتابات مسترسلة، وسيبقى في ظلام السجن ناس أشداء بينهم أساطير إنسانية. الزمان 17 من شهر نيسان أبريل، والمكان قاعدة حميامين رمز الاحتلال الروسي في اللاذقية، والحضور ضباط الاحتلال الروسي مع أحفاد ذيل الاحتلال الفرنسي بالأمس ودعاة الاحتلال الروسي اليوم. والمناسبة الاحتفال برحيل الاحتلال الفرنسي عن سوريا قبل 75 عاما. هذا ما جاء في مقال الكاتب أحمد موفق زيدان في موقع عربي 21. في قاعدة حميميم قبل أيام احتفل ضباط المحتل الروسي ومعهم شبيحتهم من العصابة الطائفية برحيل الاحتلال الفرنسي عن سوريا عام 1947، وطالبوا برحيل القوات الأمريكية والتركية عن سوريا، أما المحتلان الروسي والإيراني اللذان كانا سبباً في كل مآسي سوريا على مدار 11 عاماً قتلاً وتهجيراً وتدميراً، فهؤلاء من عظام الرقبة الطائفية. والأغرب من ذلك كله أن من يقوم بالاحتفال ليس العصابة الطائفية التي سلبت حتى صلاحيات كهذا، ولو كانت احتفالات رمزية. يترافق الاحتفال مع تصريحات وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو وهو يتبجح بتجريب كل أسلحة روسيا الحديثة على الأجساد الغضة لأطفال سوريا، لكن لا يزال الفارق كبيراً بين الاحتلال الفرنسي بالأمس والروسي الإيراني اليوم، فالفرنسي قبل قرن كامل استطاع على الأقل أن يستفرد بسوريا كلها،
بعد أن أقنع الاحتلال البريطاني بالرحيل عنها وتسليمه إياها كاملة ومعها لبنان. أما المحتل الروسي اليوم فهو شريك لأربعة جيوش، وقد عجز حتى عن تهميش دور ميليشيات طائفية بمستوى فاطميون وحزب الله وزينبيون، وهو الذي صدع رؤوسنا بالسيادة الوطنية التي أراد إعادتها للعصابة الطائفية، ليتبين أنه عبارة عن ميليشيات لا تختلف كثيراً عن الميليشيات الإيرانية وحزب الله وفاطميون وزينبيون، وقد يتفوقون عليه في بعض المناطق نفوذاً وتأثيراً. الفارق بينه وبين هذه الميليشيات هو أنه ميليشيات لكن برتبة جيش دولة كبرى. وعلى الطرف الآخر، كان الشعب السوري الذي انتفض ضد العصابة الطائفية يراقب الإعلان الأمريكي بالخروج من أفغانستان بعد مرور 20 عاما بعين الثقة بثباته على مبادئه في انتزاع حريته. فأمريكا على الرغم من إمكانياتها المالية الضخمة تعلن اليوم أن الخروج كان لتوفير نفقاتها من أجل مواجهة استحقاقات داخلية. فكيف بواقع روسيا التي تئن تحت ضغوط وعقوبات اقتصادية كبيرة؟ نشرت صحيفة واشنطن بوست مقال للمعلق فريد هيات، قال فيه: إننا في المرحلة الثالثة من إنكار الصين إبادة المسلمين في إقليم تشينجيانغ شمال غربي الصين. وجاء في تقريره: في البدء عندما بدأت حفنة من الصحفيين الشجعان في راديو آسيا الحرة بتحذير العالم من الأحداث الرهيبة التي تجري في غربي الصين، نفى قائد الحزب الشيوعي أي شيء يحدث هناك. هناك أكثر من 1,000,000 مسلم إيغوري وغيرهم من الأقليات المسلمة معتقلون في هذه المعسكرات، وتم تدمير مئات المساجد والمقابر الإسلامية، وأجبرت النساء المسلمات على التوقف عن الإنجاب والتعقيم وأخذ الأطفال قسراً من بيوتهم إلى مدارس تديرها الدولة. ومن يطلق لحيته من الرجال أو يرفض تناول لحم الخنزير والخمر يعاقب بالسجن. ويحاول الحزب الشيوعي الصيني محو الثقافة والشعب، وعرفنا كل هذا من خلال تقارير جولتشهرا هوجا 48 عاماً وزملائها من راديو آسيا الحرة، وعدد من الأكاديميين والناجين في المنفى والذين قدموا بشجاعة شهاداتهم. وفي مؤتمر صحفي هذا الشهر هاجمت وزارة الخارجية الصينية عدداً من الشهود ووصفتهم بالمجرمين والكذبة وأنهم أشخاص قليلو الأدب والأخلاق، كما نقل راديو آسيا الحرة. وكان من بين الذين هوجموا هوجا التي تحدثت للكاتب يوم الجمعة، وأثناء الحديث علمت أن النظام الصيني وضع والدها عبد القيوم هوجا على قائمة الإرهابيين. وقالت: عمره 80 عاماً وعالم آثار متقاعد، أي نوع من الإرهابيين هو؟ هذا وأقامت الصين أكبر نظام تكنولوجي للرقابة في العالم، سجلت في هذا النظام أي حركة أو مكالمة هاتفية. أعلنت الشرطة الألبانية أن 5 أشخاص أصيبوا في واقعة طعن داخل مسجد بالعاصمة تيرانا عقب الصلاة. اعتقلت السلطات سريعاً رجلاً يبلغ من العمر 34 عاماً بسبب الهجوم. وقد أعلنت وسائل إعلام محلية أنه يعاني اكتئاباً وهو مطلوب لدى الشرطة بسبب حادث طعن آخر وقع في شهر آذار. وأفادت الشرطة بأن جميع الأشخاص المصابين من جراء الطعن نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج. قال المشاهدين مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية.
بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن الله تعالى صداقة جديد من الرافدين، في رعاية الله.